يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من عادته أن يصلي بعد العشاء 7 أو 5 ركعات وينوي بها قيام الليل والوتر، فهل يعد ذلك من قيام الليل أم لا بد أن يكون القيام بعد نوم؟ يا أخي قلنا لكم قيام الليل يشمل الصلاة في الليل النافلة من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله قيام لليل يقوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر كما في الحديث. نعم.